قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 35. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ طبعا البخاري أورد المسألة مورد الاحتمال، يعني هل يشرع ذلك أو لعل هذا كان خاصا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لظروف معينة. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني ابن الأصبهاني، قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، يعني يموتن يعني قبلها وتحتسبهم، إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. قال: واثنين. قول باب هل يجعل أو هل يجعل، أي الإمام والأصيلي يجعل بضم أوله كما هو مثبت هنا المبني المجهول، يعني أو هل يجعل يعني الإمام للنساء يوم على حدة في العلم وعندهما يوم بالرفع لأجل ذلك. قول على حدة بكسر المهملة يعني الحاء وفتح الدال، المهملة المخففة أي ناحية، وحدهن والهاء عوض عن الواو المحذوفة كما قالوا في عدة من الوعد. حدثنا آدم هو ابن أبي ويس قال أن قال النساء كذا لأبي ذر، والباقين قالت النساء وكلاهما جائز. قال النساء أو قالت النساء، وقول غلابنا بفتح الموحدة والرجال بالضم لأنها فاعله، فاجعل لنا أي عين لنا، وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه ومن ابتدائية متعلقة بجعل، والمراد رد ذلك إلى اختياره. فوعظهن تقدير فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن. وفي رواية وقع في رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة، فقال: موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن. وطبعا مر الترجمة يعني الإمام يعني قد يخص النساء بباب عظة الإمام النساء وتعليمهن، لما شهد العيد فظن أنه لم يسمع النساء فذهب وبلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة، ولكن هنا جعل يوم خاص بالنساء، فوعظهن فوفى بوعده وأمرهن أي بالصدقة، أو حذف المأمور به لإرادة التعميم. قول ما من كن امرأة، والأصيلي ما من امرأة، ومن زائد لفظا، وقوله تقدم يعني صفة، تقدم صفة لامرأة، امرأة تقدم، إلا كان لها أي تقديم حجابا، والأصيلي حجاب بالرفع، وتعرب كان تامة أي حصل لها حجاب. والمصنف في الجزاء في الجنائز: إلا كن لها أي الأنفس يعني الثلاثة التي تقدم، وله في الاعتصام: إلا كانوا أي الأولاد. فقالت امرأة هي أم سليم، وقيل غيرها كما سنوضح في الجنائز، والحديث مشروح في الجنائز والله أعلم. قوله واثنين، ولكريمة واثنتين بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على ثلاثة، ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصرة وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد.
قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني الحديث السابق. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث الذنب يعني لم يصل سن البلوغ فيحاسبون على الذنوب. قول حدثني محمد بن بشار أفاد بهذا الإسناد فائتين، أحدهما تسمية ابن الأصبهاني المبهم من الحديث السابق يعني قال حدثني ابن الأصبهاني فهذا مبهم فعينته يعني هذه الرواية بأنه عبد الرحمن ابن الأصبهاني. في الرواية الأولى والثانية زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث. قال عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال، فالحديث السابق الإسناد السابق عن أبي سعيد الخدري وهذا الإسناد عن أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة شرط اللي هو لم يبلغ الحنث، والمعنى أنه مات قبل أن يبلغ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد، أنهم لو ماتوا وهم صغار فلا يحسبون على الذنوب فيكون الحزن عليهم أشد. وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد وأن أطفال المسلمين في الجنة، يعني أخذ بطريق الأولى يعني إذا كان هؤلاء يكونون حجابا يعني من النار فبالأولى أنهم يكونون في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز، ولكن هنا للنساء لأنه كان بيعرض النساء، فيدخل أيضا الرجال أن الرجل الذي يموت له ثلاثة أو اثنان وفي رواية واحد كما سيأتي في الجنائز يكون ذلك حجاب له من النار، فمن باب الأولى يكون هؤلاء الأطفال يعني في الجنة. تنبيه حديث أبي هريرة مرفوع والواو في قوله وقال العطف على محذوف تقديره مثله أي مثل حديث أبي سعيد، والواو في قوله وعن عبد الرحمن للعطف على قوله أولا عن عبد الرحمن فيكون ممكن يكون بنفس السند. يقول والحصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين فهو موصول، ووهم من زعم أنه معلق، معلق له محذوف بداية الإسناد راو أو أكثر، فكأنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي هريرة، ثم قال عن وعن عبد الرحمن يعني أيضا يعني بالسند السابق محمد بن بشار عن غندر اللي هو محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي هريرة، فيكون يعني الحديث يعني وصل للإمام البخاري يعني من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي سعيد الخدري وكذلك عن أبي هريرة. يقول الباب رقم 36، يقول باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب أو من نقش الحساب عذب أو نقش الحساب هلك. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض أنه يعرض على الله عز وجل ولكن يقال له فعلت كذا يوم كذا، قال إنما ذلك العرض ولكن من نقش الحساب يهلك. قول باب من سمع شيئا زاد أبو ذر فلم يفهمه، قوله فراجعه أي راجع الذي سمعه منه، وللأصيلي فراجع فيه قوله أن عائشة ظاهر أوله الإرسال لأن ابن أبي مليكة تبعي لم يدرك مراجعة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشة فقلت، فيقول أنه
يقول ظاهره الإرسال، يعني كأنه يحكي عن شيء ما شهده، ولكن هو يعني حدثته عائشة يعني بذلك. قالت عائشة: فقلت قوله كانت لا تسمع، أي بالمضارع استحضار للصورة الماضية لقوة تحققها، إنما ذلك لأنه خطاب للمرأة العرض، أي عرض الناس على الميزان. قوله نوقش من المناقشة، وأصلها الاستخراج، ومنه ناقش الشوكة إذا استخرجها، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير حساب يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة. أو تقول إنه لو حسب يعني على النعم، الله عز وجل لو حسب على نعمه عليه لم تفي جميع الحسنات في وفاء بعض النعم، فتبقى بقية النعم بلا وفاء، بالإضافة إلى المظالم وذنوب المعاصي، فلا بد أن يهلك العبد. لذلك قالوا إذا جاء فضله لم يبقى لأحد سيئة، وإذا جاء عده لم يبقى لأحد حسنة. فنسأل الله تعالى أن يحملنا على فضله وأن لا يحملنا على عدله. فمن نقش الحساب عذب أو هلك. قوله في آخره يهلك بكسر اللام وإسكان الكاف، وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، وفي جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الحساب، وفي أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله لا تسألوا عن أشياء، وفي حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وقد وقع نحو ذلك غير عائشة. ففي حديث حفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فأجيب بقوله ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وسأل الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه، فأجيب بأن المراد بالظلم الشرك، إن الشرك ظلم عظيم، فهذا عام وأريد به الخاص، لأن الظلم ثلاثة: ظلم النفس وظلم العباد، والشرك له أظلم الظلم. فقالوا أينا لم يظلم نفسه لما نزلت هذه الآية، فأخبرهم أن المراد هنا هو الشرك. والجمع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحديث في الحساب والورود والظلم، فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي. فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وفي حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم، اللي هو التعنت والتشكيك. ومن ثم أنكر عمر على صبير لما رأه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه، كان يسأل أشياء لم يسألها الصحابة، فنفاه عمر رضي الله عنه حتى تاب يعني من هذه الأسئلة. وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وسيأتي باقي في كتاب الرقاق، وكذا الكلام على انتقاد الدارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى. باب رقم 37. قال الإمام البخاري: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث يعني ترجمة: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثني الليث، قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، جيش الجيوش يرسلها إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، يعني بعد أن فتح مكة اليوم التالي من الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع بها شجرة لأنها حرم، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وأنت حل بهذا البلد. يقول: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار،
ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. وطبعا هذا نوع من الإيه؟ يعني من التنطع، يعني أو من لأن هو لما أنكر يعني عليه وهو يرسل جيوش يعني إلى يعني مكة، يعني كان عنده حق يعني في ذلك. وهذا لما خرج يعني عبد الله بن الزبير وبويع بالخلافة، وأراد يعني عبد الملك بن مروان يعني أن يعني أن يقاتله، فلم يكن عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. قول باب ليبلغ العلم بالنصب والشاهد بالرفع. الشاهد الغائبة يعني منصوب أيضا، مراد بالشاهد هنا الحاضر، أي ليبلغ من حضر من غاب، لأنه المفعول الأول والعلم مفعول الثاني، وإن قدم في الذكر. كان في الحديث: بلغوا عني ولو آية، وحديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قوله: قاله ابن عباس، أي رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم. ليبلغ الشاهد الغائب، يعني كأنه يقول ما فيش يعني رواية يعني فيها إثبات العلم، ولكن هذا مفهوم من الكلام، يبلغ العلم أو يبلغ الحديث، وكأنه أراد بالمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم. قوله: عن أبي شريح هو الخزعي الصحابي المشهور، وعمر بن سعيد هو ابن العاص بن سعيد ابن العاص بن أمية القرشي الأموي، يعرف بالأشدق، وليست له صحبة إلا ولا كان من التابعين بإحسان. قوله: يبعث البعوث، أن يرسل الجيوش إلى مكة لاقتتال عبد الله بن الزبير، لكونه امتنع من بيعة يزيد بن معاوية وطلب البيعة لنفسه، فبويع بالحجاز وظل 5 سنين تقريبا، إلى أن قتله الحجاج، يعني رماه عبد الملك بن مروان بالحجاج الثقفي. وكان عمرو والي يزيد على المدينة، اللي هو عمرو بن سعيد. والقصة مشهورة، وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين ابن علي وابن الزبير، فأما أبو بكر فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين ابن علي فصار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير فاعتصم وسمي عائذ البيت، وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه إلى المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. قوله: إئذن لي، يعني قل في حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور، ليكون أدعى لقبولهم، وحتى يعني ينجو من بطشهم يعني، فيقول له: إئذن لي. قوله: أحدثك بالجزم، لأنه جواب الأمر، أحدثك قول قام صفة للقول، والمقول هو حمد الله الغدا بالنصب، أي أنه خطأ في اليوم الثاني من فتح مكة. قول سمعته أذني إلى آخره، أرد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه، وأنه لم يأخذه بواسطة، وهو سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلو الإسناد أدعى إلى الصحة، لأن النزول شؤم، كلما زاد عدد الرواة احتمال الوهم أو الخطأ موجود. وأتى بالتثنية تأكيدا، والضمير في قوله تكلم به عائد على قوله يعني قولا. قوله: لم يحرمها الناس، بالضم، أي أن تحريمها كان بوحي من الله عز وجل من اصطلاح الناس. قوله: يسفك فيها، يسفك فيها، وحكي ضمها، وهو صب الدم، والمراد به القتل بها والمستملي في المستملي فيها، ولا يعضد بكسر الضاد أو يعضد وفتح الدال، أي يقطع بالمعض، وهو آلك الفأس.
وإنما أذن لي، أي الله عز وجل روية بضم الهمزة أذن، وفي قوله لي التفات، لأن نسخ الكلام إنما أذن له أي لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة أي مقدرا من الزمان مراد به يوم الفتح. وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر، والمأذن له فيه القتال لا قطع الشجر. قوله ما قال عمرو أي في جوابك، قال قوله لا تعيد بضم المثنى يعني أول وآخره ذا المعجمة أي مكة، مكة لا تعيد أي لا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه، ولا فرا بالفاء والراء المشددة أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كي لا يختص منه. قوله بخرب فتح المعجمة وإسكان الراء ثم حدا يعني السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي. قال البطال الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة. وقد تشدق عمرو في الجواب يقول في الهامش في الطبعات السابقة تصرف، والصحيح من مخطوط الرياض، وعمرو كان يسمى الأشدق لتشدقه في البيان أنه تنطع في الإيه في الكلام يعني. وقد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح، إلا أن ابن زبي لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج وما للعلماء فيه من اختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى. وفي الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحلت له يعني مكة ساعة من النهار، واستواء المسلمين معه في الحكم إلى إلا ما ثبت تخصيصه به أن هي محرمة على الناس كلهم ولكن أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم عادت حرمتها، ووقوع النسخ نسخ إحلال يعني مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك. حديث رقم 105 يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب. طبعا حماد هنا حماد بن زيد لأن حماد بن سلمة ليس من شرط البخاري. حماد عن أيوب يعني السختياني عن محمد، محمد اللي هو إيه؟ ابن سيرين. عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. قول حماد بن زيد محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة كذا المستملي والكشمهيني، وسقط عن ابن أبي بكرة الباقين فصار من خطأ لأن محمدا لم يسمع من أبي بكرة، وفي رواية عن محمد ابن أبي بكرة وخطأ وكأن عن سقطت منها. وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم من طريق أخرى عن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وهو الصواب، وسيأتي بهذا السند في تفسير صوت براءة بإسقاطه عن بعضهم وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى، وفيه عن ابن أبي بكرة عند الجميع ويأتي في بدء الخلق. قوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اختصار وقد قدمنا توجيه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه ومن جملة قوله فإن دماءكم اللي هو في خطبة الوداع في حجة الوداع. قوله قال محمد يعني بن سيرين أحسبه كأنه شك في قولي وأعرضكم أقلها ابن أبي بكرة أم لا، وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بها وهي منصوبة بالعطف إن دماءكم وأموالكم وأعرضكم. قوله ألا هل بلغت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو تكملة الحديث، وقد طرد يعني قوله وكان محمد إلى قوله ذلك في أثناء الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما عداه، والعلم عند الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.